الجدل على أشده بشأن انفصال اسكتلندا عن اتحاد المملكة المتحدة أو بقائها ضمن وحدة الأراضي البريطانية. أنصار معسكري الانفصال والحفاظ على الوحدة يحشدون التأييد لحملاتهم التي وصلت حد الترغيب والترهيب مع أقل من 24 ساعة على الاستفتاء التاريخي. أود أن تتخذ اسكتلندا قراراتها بنفسها من دون عودتها للندن في كل أمور البلد بما فيها القرارات الاقتصادية والسياسية. من الصعب حشد الدعم لحملة لا مقارنة بحملة نعم، فالأمر يتعلق بمستقبل اسكتلندا، ونحن نؤمن بأن هذه العلاقة التاريخية قوية وتربطنا منذ زمن بعيد. حلم الانفصاليين بزعامة رئيس الحكومة الاسكتلندية أليكس سامن ركزت على إيجابية الاستقلال وإدارة الاسكتلنديين شؤون بلادهم من دون تأثير من الحكومة المركزية، لكن إصرار سامن على استخدام الجنيه الاسترليني حتى بعد الاستقلال وتأكيد لندن التخلي عن تداوله في البلاد في حال ترك اسكتلندا لما يوفره الاتحاد من عوامل القوة السياسية والاقتصادية لأقاليم الأعضاء. هنالك انتقادات كثيرة في الأيام الأخيرة من الحملة وخصوصا من معسكر الحفاظ على اتحاد المملكة المتحدة، ولم يستطع جلب من لم يحسم أمره في الاستفتاء، ومهما تكن النتيجة فإن كلا المعسكرين سيراجعون نهج حملتيهما للوقوف على الأخطاء التي ارتكبوها. تحسين الوضع الاقتصادي في اسكتلندا ووضعية السكان على رأس أولويات الناخبين، وقد تكون العامل الأساسي في ترجيح كفة المنادين بالحفاظ على وحدة المملكة المتحدة. وينظر إلى أشهر أبناء اسكتلندا آدم سميث على أنه رائد الليبرالية الاقتصادية القائمة على حرية كاملة لكل أفراد المجتمع في تعاملاتهم الاقتصادية للازدهار والرفاهية. يتخذ أليكس سامن مرجعيته الفكرية من أبي الاقتصاد الحديث الاسكتلندي آدم سميث، ودائما ما يردد مقولته الشهيرة أنه لا يمكن لأي مجتمع أن يزدهر ويكون سعيدا إذا لم يستفد أفراده من ثروات بلدهم. لكن مساعي سامن قد تصطدم بواقع الناخب الاسكتلندي الذي عادة ما يصوت من أجل جيبه أو بدء تفكك أقاليم بريطانيا في حال انفصال اسكتلندا، خصوصا وأن استطلاعات الرأي متقاربة جدا. مصطفى زارو، العربية، إدنبرا.